طول عمري بيني وبين الجبل معرفة قديمة قوي، وأنا عندي 5 سنين أطارد الجبل والجبل يطاردني. عشقت الجبل عشق محملش أبعد عنيه. اتعلمت الرجولة والهيبة منيه، بس خوف الناس مني. كانوا يقولوا ممسوس، وكانوا يقولوا متجوز جنية. جذوري ممدودة حسب ونسب وشجرة عيلة. اسمي منصور محمد عبد الرحمن عبد الغفار أبو هيبة. بيقولوا إن جزرنا ممدودة في المغرب والأندلس والشام والحجاز. فرعنا من شجرة كبيرة بيشتغلوا معظمهم بالتجارة. وسمعت إننا رحنا مع الهلال تونس. اللي رجع رجع، واللي عاش هناك عاش. اتعلمت كل حاجة شمال، بس شمال أبو هيبة له جنون. عديت بالسلاح وهربته. سافرت السودان وخبرت ضرب الأربعين. بكت أمي وحلفت علي. زرعت سنة مع حكم، لقيت في الأرض آثار، وكأن الشمال مستقبلي الأساسي. تركت الكوامل وخنت جبل مصاخة، وعشقت جبال كتير. جبل علبة، جبل موسى، جبل العوينات، وجبل الحلال. عمري ما خفت من جرح، ولا عمري هبت عدو. كبرت وتوسعت أعمالي، أثار وتهريب وسلاح. كل شغلي يعتبر شمال في شمال، وما خافش إلا من إهمال.
أنا جاهز أبين أطلع الجبل. ماشي يا أبو سلمة. نلقوا المساخيط فين؟ ورا منطقة الأسارات الجديدة. ورا منطقة الأسارات الجديدة. طيب نشرب الشاي الأول ونتوكل يا أبو سلمة. ماشي. الناس فاكرة الغجري قطع مناخيره وودنه ولابس خيش ونايم في خيمة. ده كان زمان، أيام الناس كانت بتجرسنا وتمسخرنا وتزفنا، بس الحقيقة إحنا اللي بنزفوهم ونضحكهم ونضحك عليهم، وإحنا برضو اللي بنقرأ لهم كفهم ونشوف لهم المستقبل. إحنا سياد الأرض مش عابدة، لأننا ببساطة عايشين في الدنيا كلها، الأرض كلها بتاعتنا، وخصوصا اللي هناك دي الصحراء. أنا اتولدت هنا مكان مزبير. الله يرحمك يا أبا. كنا عايشين في عشة، هدوا العشش وبنوا التلفزيون. احنا ولاد الرياح، بيسمونا كده ولاد الشتات، عايشين على الارض من فوق، ملناش فيها كتور زي الرياح، مكاننا في كل حتة على الارض. بيقولوا أصلنا من الهند، وبيقولوا أصلنا من مصر. جبسي يعني غاجري، إيجبت. بيقولوا إن الأرض ليها ثلاث جدود، جد أسود للأفارقة، وجد أبيض للأوروبيين، وجدي كين اللي قتل أخوه وهرب من مكان لمكان لحد ما بقى مصاحب الرياح، وبقينا كلنا من بعده ولاد الرياح. أنا غير اسمي في البطاقة كدهون، واسمي الغجل كي. كان البرد متبت في جسمي، بردان وسخن في نفس الوقت. لو كنت اقدر ارجع كنت رجعت وما كملتش. لا لا
لو مداري شيء في نفسك ابو سلمى قوله. خبري بيه دي خامس بطنة اجيبها لك وعمري ما خبت مرة. لو مش واثق فيها حضرتك بلاها. بس المرة دي حاسس انك مش دغري. بقول لك لو مداري شيء قوله. ايه ايه ناوي تقتل بيه ولا ايه؟ لا قتل ولا خيانة بيه. طب يلا شوف طلباتهم ايه وخلصنا. طلباتهم دم يزفر البكان، تقتل بيدك يا بيه وتمسح بالدم الجدار. خلاص نجيبه الكلب ونقطع راسه هنا. لا يا بيه، دول عايزينك تقتل واحد اسمه أمين من حداك. أمين؟ خلاص نجيبوه هنا ونقتلوه. أنا عملت اللي عليه، ربنا يسامحني عاد. هيطلع ميت يا أبو سلمى. يطلع قدامه للفجر. حق لو طلع ده يبقى أسطورة. على الأقل أدينا ريحناكم من ضرب النار. يلا بينا نتوه وهنقعد بالمرة نشرب كوبايتين شاي والرقبة. يلا بينا. أنا نايم ما قمتش، البرد في جسمي ساكن، مرضي شغور. ليلة عجيبة، ليلة عجيبة شامم فيها الدم والنار. حاسس بلسعة نار في جسمي، البرد راح، ما بقيتش حاسس بالسقعان. أنا وقعت ولا حقوم تاني؟ أبو هيبة اتخان، طول عمري بخاف من خيانة. يا ترى ده آخر نفس ولا لساك حتشقى؟ اقفل المخازن كلها وشدد الحرس على البيوت. من النهارده الدار هيسبح البلاد بالدم. الحمد لله انه لابس قميص وقد الرصاص وعمره واعي. ما حملش يا حكم، تصبر شويه، عاوز تولسني وانا عايش ما مدش. هتسيبني لمين يا عمي؟ انا ماليش غيرك، ده انت فرشتنا وغطانا. بتنوح زي النسوان؟ شد نفسك، بلاش شغل الحريم. ايوه الخبر صحيح، الدم مغرق الدنيا. انت بتعمل ايه؟ الو؟ لسه بدري يا ماهر، كانك ما تعلمتش. طياره طبيه ميت
فيك الخير يا إيمان والله ما عملهاش أخوي. قلبك في عينيك يا غنيمة، عارفك ملهوفة. لو تقدر يا أم أمينة، لو تقدر تقوميني وتطلعيني من هنا. صدقت يا أم البنات، جوزك حيقوم منها زي زمان. جسمي اتعود على الميلة. تعال يا واد احضن جدك، كان نفسي يا حمزة تبقى ولدي مش حفيدي. We have to go now. يا مغرور، مين يعرف اللي جاي والمقدور. دي الدنيا كانت فانية، وشوية هوى طيروها. ارتحت يا ابوي؟ اهو الجبل اتهز عن مكانه. أخوك بيموت يا أبو عطية، طخوه. إياك ترتاح يا كبير وتعرف تنام. إياك تسد الجوع. جاتلك على الطبطابة دنيا أبو هبة كلها في يدك، هتعرف تبنيها ولا هتخنقها في كفك؟ الدنيا من بعدك خربانة يا عمي. أبو هبة بيتضرب وسطينا بالنار، بيضرب أخوك، وبدل ما تطربجها وبدل ما تسودها وتذبح نهارها، لقيتك بترمى حرامح على كنز أخوك، قاعد في بيته وعشمان تقعد مكانه. ويا ريتها جت على كده، ده كمان حتى قبل ما تطمن على اخوك عايش ولا لا. لو بيدي كنت سافرت على رجلي. الله يلعن الفيز على الجوازات على الحدود اللي بيني وبينك يا عمي. اخوك عايش ولا لا؟ طلع من العمليات ولا لا؟ هيرجع سليم؟ ده انت خلاص قعدت مكانه. مالك يا واد زكي؟ حد قال لك ان انا اللي طخيته؟ حد قال لك ده مش اخوي؟ ولا هي منظره وخلاص وحس عالي؟ مين قال لك يا خايب اني ساكت؟ ده حمل تقيل من خيبتك فاكرها عركه، ده دم يا واكل ناسك، دم تقيل. ابو هبه مش اخوي وبس، ده صاحب النغنغه اللي احنا فيه. بس انا ما اقدرش اتصرف واحنا مجروحين. الاول نطببوا الجرح ونقدروه، الاول نعرفوا حالنا ومن علينا، نقدره يا غشيم قبل ما نتقدمه. ولا عاوزنا في البلاد نلبس وطرح والندبة تشاهر بينا؟ ليه؟ وحد قال لك ان الطار محتاج وقت؟ الطار محتاج نار، بس للأسف النار محتاجة رجالة. الزم مكانك يا عاد. أبوك بيجي ريس المكان، صاحب الكلمة. ولو بتحب عمك صح، اسمع الدور اللي حقولهولك عليك وعلى صفاء بنت عمك. أيوة صفاء يا مفتح، لازما تبقى مرتك
ولا انت عاوز تدخل علينا ذكر غريب؟ اقتله. اللي قرب من صفاء بنت عمي اقرشه بسناني. برضك غشيم. البنات عاوزه جلع. ودي خواجاي خواجاي. شوف عطيه بيعمل ايه بلاش خيبه. موافق. ابعت لك روحاني مع فارس، شوف طلباتهم ايه ونقسم البطن بالنص. حضرتك انا بخاف. لا مش انت، مش انت. لا ايه، 5 عمليات وكلهم نجحوا. هو فين دلوقتي؟ ماشي انا هتصرف. امسك. عايزك تروح المستشفى اللي فيها ابو هيبه، وعايز اسمع خبره. حضرتك خليني معاك، انا ما ماليش في الضرب. انا مش عايزك تضرب. انت هتقتل. مالك؟ أبوكي وديني على أبوكي. اسمعوا، انا عاوزكم تاخدوا كلكم اجازه. اجازه نمشوا؟ كيف نمشوا والكبير راقد عيان وانت بالذات تغور لحد ما يجي سيدك؟ انا متناسمر هنا لحد صاحب البيت الكبير ما يقلعني. هطخك يا ربيع لو فتحت حنكك تاني. يلا غور بلا قرف. غور كبير. صباح تبقي في البلد. انا في بيت اخوي مش بيتك يا حكم. اخوي ربنا معاه ويكتب له النجاه. هتورثه بيته يا حكم؟ ده شغل رجاله. مالك بيه ولا عاوزه تتحكمي في شغلنا؟ ياك سيد عودك على كده. احترم نفسك يا حكم، عيب كده. ايه تاكلوا في بعض ليه؟ أختك تغور على بيتها
لو شفتها تاني حقتلك. كانك تنطاش من الميتة بجيلك صوت يا حكم، من الميتة بجيلك طول. مالك فيه يا بنت، مالك فيه، سد حنكك. ثلاثة بالله ما تقعد دقيقة واحدة. فوق يا ابو كيفه، انا في بيت اخويا هيبة، اخويا يا خوي، اخويا للعيبة ما تطلعش مني. والله ما انا عارفة انت قاعد هنا ليه. صنعتك ايه يا حكم غير الافيون؟ شغلتك ايه؟ مش هيبة اللي كبرك؟ مش هيبة اللي عملك ولبسك وعملك بني آدم؟ مالك يا حكم؟ مالك؟ هي حصلت؟ هتقتل أختك؟ اقتل أمي لو حكمت. فينك يا هيبة؟ فينك يا خوي؟ ربنا رجعك بالسلامة يا هيبة، ربنا يرحمنا بيك يا هيبة. تعال يا اخويا شوف اختك صباح، اخوك بيطردها. عمري ويا ريت المال ماله. عمري يا ابو ملختلك قدامي. روق يا حكم روق، اصل هوا المكتب ده مخصوص، والمتعكر يروق من نسي. حلاوتك يا حكم. اهلا وسهلا. تشربوا ايه؟ هو كين بيه جاي حالا. عموما هشوفه لكم، مستعجلين شكله. وبقى هات لي حبايه ولا اتنين من السجار دي، ابو هبه كان بيشربه. اهلا 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 يا حكم بيه. يا سلام، حكم بيه شخصيا في مكتبي، بايه الهنا والسعاده ده. قلت نتكلموا احسن، قديلنا شهور بنعض في بعض نيه من غير لازمه. انا ماليش اي علاقه بموضوع ابو هبه، انت عارف انا ما بحبش المشاكل. سيب اخوي في حاله وخلينا نتحركوا. مالك ومال شغل خلف يا جدعون بيه؟ خلف ابنك. ايه شاطر بس جريء حبتين، حد برضه يدخل كمية البودرة دي كلها من غير ما يمسي على اصحابه. كنت اللي بلغت. اقعد يالا. اقعد يا حبيبي. فوت يا خلف فوت، جدعون بيه بيهزر معاك. احنا ولاد النهارده مالناش صالح باللي عدى، عاوزين نجروا الفتح. تسيبنا في حالنا ونسيبوك يا ابوي في حالك؟ حد جرب على السلاح من يوم ابو هيبه؟ وانت عارف احنا نقدر ندخله في المكان اللي نعزوه سلاح وغيره. اطلع بره، اطلع بره. ايه أسيبك تشتغل في المخدرات زي ما انت عاوز، بس ليا شرط واحد. موافق. اسمع شرطي الأول. من غير ما اسمع موافق. انسى أبو هبة خالص، أنا عارف إن هو مش هيرجع زي الأول. نحط إيدينا في إيدين بعض، يبقى السوق بتاعنا بدل ما نتعارك، ونفتح الدنيا بحالها.
عامر. أمر يا حكم بيه يا أخو الغالي. بقيت تتكلم كتير يا عامر. أقطع لساني يا باشا. اسمع، عاوزك تحمل الصناديق دي كلها. كلها؟ كلها يا عامر، ما عاوزش بندقية واحدة في المخزن. ليه يا حكم بيه؟ هنغير المخزن؟ لا. أنا بعت السلاح كله. واه، أمال هنشتغلوا في إيه؟ بطل رط يا عامر، بقول لك السلاح كله يطلع من هنا ويروح العنوان ده. عنوان ايه يا بيه؟ الصناديق دي هتفضل هنا لحد لما يجي ابو هبه بيه، هو صاحب الامر وهو اللي يتصرف. انا هنا صاحب الامر. ميسرة، امر يا كبير. عالجو وبعد ما يروق احبسوه لحد ما تصرف. امرك يا كبير. عايزك تحمل الصناديق في العربيات. تمام. تروح بيها العنوان ده، هيجيلك عطيه، توقف لحد ما تسلمه الحاجه. ها؟ تمام يا كبير. السما بجسمي جات وكان دهم السرير، ده مركب عيمك جسمي على وجه البحر المجنون، معلش يا غنيمة، العلاج في بلاد برا كده. ما شاء الله ما شاء الله، لسه بتزرع يا أمين؟ فيك صحة؟ طول ما فيها نفس هزرع يا حكم بإذن الله. بس الكم جراد دول مش لايقين عليك. انت عاوز لك كم فدان؟ هني ولا هني؟ ربنا يديمها نعمة رضا، ما محتاجش أكتر من نعمة ربنا. لا لا خلاص، أنا جهزت لك 5 فدادين في الوادي الجديد، تزرع وتقلع براحتك. خبر إيه؟ في إيه؟ الأرض دي لزماني، عاوز أعملها جراج مخزن يعني. لما يرجع أبو هيبة بالسلامة نبقوا نشوف رأيه إيه في الموضوع ده. أبو هبة مين يا أمين؟ أنا هنا اللي بكلمك. برضك لما يرجع أبو هبة
بقول لك ايه، ابو هيبه بقاله كتير في بلاد بره، محدش عارف هيجي متى. ارجع بالسلامه باذن الله، اذا اراد الله شيئا كان. ونعم بالله. نسوي الأرض ونردموها، لو عاوز تخدم نفسك خد الطين اللي قلتلك عليه بدل ما تشحت هنا. ها؟ على ما أجرب وأحس بجسمي أخاف من الآتي، والله تهون الغربة وانت في صحبتي. وبعدين يا منصور، ما عاوزش تفوق ليه؟ طول عمرك بتقع وتقوم، شمعنا المرة دي مكسل تقوم؟ وراك ولاية، ربنا ياخدك من الموت عشان الولاية. تروح فين غنيمة وبناتك؟ لو عاوز تارك تبقى عميت وحتوقع بدري. فوق يا هيبة واقفل بيبانك المفتوحة واقفل شبابيكك، ما تخليش حد يشوفك مغلوب. اخلع يا ابو هيبة توب العيا والبس توب صحتك تاني. يا ويلك مني يا كين، يا ويل اللي حيوقف قدامي تاني حتى لو كان حكم. من دلوقت هحاسب الكل، ست وراجل، اللي حيميل هعدله واللي حيخون حيموت. لازم ترجع يا هيبة تاني، كفاياك راحة، اللي في مقامك ملهوش راحة. ساب الصبر أصيلة يا بلادنا الغلبانة، أصيلة يا ست الناس، يا وسط الكلام بداية ونهاية، ياللي عيونك فجر. مالك أدهم؟ مالك يا حبيبي في إيه؟ أدهم ماله عيه؟ أدهم ماله عيه؟ يا عم أمين! يا عم أمين! فيه؟ أدهم! أدهم! ماله أدهم؟ أحمد! إيه عايز يخرج؟ فيه برا عايز؟ عايز يخرج له؟ مالك يا حبيب؟ مالك؟ خرجه! أخرجه؟ فك حبسته! خرجه، فيه إيه برا عايز؟ خرجه عيه! فيه فك حبسته؟ أشياء الحب مين يقدر يحوشه؟
الحب مين يقدر يشتريه؟ جدو جدو حمزة وحشتني خالص يا جدو. وحشتني يا حمزة وحشتني. تحب جدك قد ايه يا حمزة؟ قد الدنيا بس، وقد السماء بس، وقد البحر. انا بحبك قد نفسي يا حمزة، قد روحي، قد لهفتك وزيادة. حبيبي يا حمزة حبيبي. قوم يا حكم، قوم يا حكم، يا مرك يا حكم. ابو هيبه وصل. ايه هيبه؟ يا لهوي مات. يا لهوي على الباب يا حزين. قوم قبل ما يشوفك على فرشك. مش وقت مكمكة يا اختي، فزي قومي قبل قيامتك. كل ما اشوفك يمه انسى التعب والهم وافتكر بس انك امي، وببقى عاوز انام على رجليكي وانت بتضحكي وتقوليلي قوم يا هيبه البصاره على النار. هيبه يوم. غلبتني يا هيب، كنت فين؟ سافرت ورجعت. لو سافرت تاني هترجع ما تلاقينيش. بعد الشر عنك يوم. كان نفسي في حاجة ما لاقيهاش. جبتلك شوكولاتة مخصوص عشان ما تتعبش السكر اللي عندك. حبيبي حبيبي انت يا هيبة، ما تتأخرش تاني. الحمد لله بالسلامة يا ابو امين. أتكلم؟ كنت بقول إن القصر وكل مشاريعنا من وقت ما سبتها ماشيين على نفس الخط، لا شمال ولا يمين، لا بننامه في بيوتنا ولا بنفكره غير في إننا نكبر مشاريعنا. وبسم الله ما شاء الله يا أبو هيبة، يعني قرية الجوني كل الناس بتشتكي من قلة السياح وإحنا الإشغال 80%. عمارات 6 أكتوبر عملنا 3 كومبوند سلمنا منهم 2، ده غير العملة والسلاح والأسرات. وكيل جدعون عملت معاه ايه يا حكم؟ ملصت ودانه ولا قطعت يده ولا حطيت يدك في يده؟ جدعون والمخدرات، انا مش مانع الكوكايين والهيروين والوساخة دي، قلت لك كفاية عليك الزفت الافيون اللي بتاخده. عموما الشحنة اللي انت وولدك مستنيينها بح طارت. ايه
ده أدبا ليك يا حكم. يدك تخنت يا حكم. اخلص. اقعد يا غنيمة مكانك. خلينا نتكلم وحكم. برضك حمدلي على السلامة يا اخوي. رجعت لناسك ومالك؟ طول عمرك يا ابو هيبة الميلة تعدلي. حمدلي على سلامتك يا ود ابوي. مصدع ولا ايه يا زكية؟ طول عمرك شديدة. لا ده مش صداع يا ابو هيبة، ده قلة نوم يا اخوي. اللي بتخلف ولاد ما بيجيلهاش صداع، بتبقى شديدة وقوية. ما هقول لك ايش توري نامي، هتقعدي لغاية ما تسلم. أديلك سنين غايبة عن المجلس. اللي يعرف يحطك مكان حكم. لو زعلان قول يا أخوي. أنا اللي قلت لزكية تقعد، وأنا اللي قلت الحكم يجيبها هنا. أصلي خفت أن أتبهدل في غيابك. كريم أؤمر يا خالي. هتخش جامعة ايه؟ سمعت انك نجحت في الثانوية. امي عاوزاني ادخل كلية الهندسة يا خالي. مجموع زين يا اخوي. بس يا خالي انا ما عاوزش ادخل كلية الهندسة عشان في الاخر اطلع اشتغل مع عطية. خش اللي تخش يا كريم. عاوز ارسم يا خالي، اخش كلية فنون جميلة. ايوه ليكي كديه ما روحتيش يا كريمة؟ من وقت ما سافرت الصبح اروح الصبح. قبل ما تاخدي حقك. حقي؟ حقي في ايه؟ ما عاوزاه شيء، تبني في البلد عمارة. لا انا قلت ما كانش قصد. أنا حشت عنك حاجة يا كريمة؟ عمرك ما شكيتي؟ تشكي وأنا في غيبوبة؟ أمال لو كنت موت كنت عملت إيه؟ بعد الشر عليك يا أخوي، أنا ما كنتش أقصد. بعدين نتعاتبوا في الصغيرة يا كريمة. نسيبوك تفرد جسمك وبعدين نكملوا حديثنا. من ميتة بتهم قبل يا حكم؟ من ميتة؟ حد قال لك انا تعبان ولا ايه؟ ولا ايه في مخك غيرك؟ لا والله ما فيش في مخي حاجه، بس انا عاوز اروح. قادلنا شهور وايام بيتنا اتبهدل، وانت عارف اخوك ما يتحملش التراب. ما يتحملش التراب؟ امال كيف عاوز تشرب سجار يا حكم؟ ايه؟ مين قالك؟ يبقى انت معاك جن يا ابو هيبه. كيف تعرف كلمه قلتها وانت غايب؟ مش هقول لك قلتها فين، ومع انهي كلب ليه روقه، لكن هقول لك تقعد هنا زي ما كريمه حكمت تقعد هنا وانا غايب. هتقعد هنا ببيت اخوك ومعزز ومكرم يا اخوي. الوكل.
يا ود ابوي، انا عاوز ارجع بيتي، كل حي بيستريح في بيته. انا قلت هتقعد هنا، انا حكمت بكده. ولا عاوز تكسر كلامي؟ اوعى. ولا عاوزنا طخك بالنار زي ما طخيت رجالتي؟ أمر يا غالي، عمك حكم هيعتذر لك وهيدي لك 100,000 جنيه حق ضربة الرصاص. ماشي كلامك يا هيبة، ما تزعلش يا عامر. الله يا عم. الوكل معاكو المرة دي مش تجنيد، الوكل معاكم المره دي توحشتوا. يلا بسم الله اخوي. بلاش الدنيا يا اخوي. الرومي للجماعه والشباب، كل من روم انتو كريم يا صفاء. بعت رجاله في مهمه النهارده يا حكم. مهمه ايه يا اخوي؟ مفيش حاجه نعملوها دلوقت. وصلوا المكان. بعت السلاح كله يا حكم. توبة يا هيبة، خلاص ماليش صالح بالسلاح. مالك صالح بشنطة الفلوس؟ 2,000,000 دولار وربع. ضحك عليك. أنا مش قلت لك تخلي لشقتك كالونين؟ برضك مهمل، ما خايفش حد يسرقك؟ كأنك شايل من أخوك يا أبو هيبة، بتفتشني قدام عيالي؟ هو أنت كبير على التفتيش؟ ولا كبير على أبو هيبة؟ برضك أنا أخوك الكبير. طب تعالى وريني كيف الكبير يتصرف. من أولها وأنت هربان، عمرك ما وقفت في صف، ولا عمرك خشيت قبر، وانا محمل وساكن. عاوز تسير كلها دلوقت ولا انزل واشيلك؟ هو انا قلت حاجه؟ عمري اتكلمت من زمان وانا بسلم، حتى اسال ماهر اللي بيجي شبهك. ليش الفلوس ليه يا صباح؟ من ساعة ما سافرت وانت رافضة المصروف. ملهاش لازمة من غيرك يا اخوي، مين يهمه الوكل وهو عطشان؟ كيف ابص على الدنيا وانت ما فيهاش يا ابو هيب؟ الحمد لله على السلام. شبه الشبه حكم. يخلق من الشبه. لا يخلق من الشبه ايه؟ بشنطة سفركم يا حكم. جبت الفلوس دي منين؟ الذهب دي، الحاجات دي، الساعات دي،
ام كريم، تعالي حملي الطاق طاقين. قلت لك ما عايزاش يا خوي. يمين بالله لا تاخدي حقك، مش كفايه مش كفايه صبر والواحد. تعالي تعالي علي اليمين لا تاخدي حقك، خدي زياده زي ما اختي كريمه خدت حقها، اختي الصغيره تاخد حقها. خدي حبي حبي، اعتبر البيت بيتك يا حكم، اوعى تتصل بكيل الايام دي لا تتشنكل معاه. يلا يا حمزه. شغل كايرو ما فيش في القلب غيره، دوت هو في عذابي. وقال لي قعدوا بس. الله يجازيك يا ربيع. حلوه حلوه. كرس يا ولد كرس. انت ما تعرفش يا ايه، ما تعرفش ابو هيبه ده، ما تعرفش ابو هيبه هو صغير كان بيعمل ايه؟ يطلع الجبل والناس كلها تستناه وينزل والخير معاه. ايوه بس اللي يطلع الجبل ده يا اما من مطريد يا اما مخطوف منه عين. فاكر يا حامد؟ فاكر ايه؟ فاكر لما العفاريت خطف ابوه الله يرحمه وقعدوه اسبوع، ولما سألوا وعرفوا حالتنا نزلوه وسابوا في ايديه 5 جنيه. صحتك يا كبير. خايف على صحتك يا كبير. ما تخافش على ابو هيبه يا حامد، اللي شاف الموت ما يخافش منه. ازاي؟ اصل شفته وعرفته. يا ربنا يطول لنا في عمرك. اقسم بالله شفته وهو جاي عشان ياخد عمري، حسيت اني طلعت لفوق 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 وشفت الارض كانها حبه رمل ما تسويش، وتحس انك خفيف خفيف والموت حنين وعمال يطمنك. وشفت قدامي شفت قدامي شريط شريط بيدور زي البكرة ما بيوقفش، الشريط كله صور، وانا هنا وانا في الجيش وانا في البلد وانا بقع والنار من غير عود في جسمي. اللي يحس الموت ويصاحبه بتتغير حياته. بعدين احنا بنخاف من الموت ليه؟ او كلنا متنا كذا مرة، كلنا متنا كذا مرة. وانت شاب بيموت الطفل، وانت شايب وعجوز بيموت الشاب، كلنا متنا كذا مرة او كل مرة بنبكي. لكن مفيش أغلى من الحياة. أول ما تفتح عينك الصبح لازم تشكر ربنا وتسلم على الشمس وتسلم على الوكل، تسلم على الشجر، تسلم على الزرع، تسلم على قميصك اللي انت لابسه. ايه يا كبير؟ ايه احنا هنقضيها سلامات ولا ايه؟ ايوه هنقضيها سلامات. قرأ ايه؟ سلامات 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 عن بلدي. سلامات. انت وحشنا بالذات. انت وحشتنا بالذات. سلامات. سلامات.
مكسوف منك يا رب. أديلي سنين مداري ما زرتش بيتك، بتستر علي وترزقني، ولما عييت صحتني، بس انت الحنان سبحانك يا خالق النفس، تخلق ابو هيبة وامين. الحمد لله والشكر لله، نعمتك كبيرة يا رب، ترد لنا ابو هيبة تاني. انت الكريم يا رب، الف حمد لله. السلام ابو هيبة. الله يسلمك. الحمد لله صحتك زين وعال. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. الله اكبر الله اكبر. غبت شهور يا ابو هيبه وكانهم ضهر، ما لو مت كان حالهم ايه؟ الزمن بيجي بيجري جري، اتغير توقيته، اللي كان بيحصل في سنين بيجي بيحصل في شهر، واللي كان الناس تخاف تقرب له في سنه بقيت تدور وشها وتعمله. مين؟ مالك؟ شوف عرضك. شفتك تعبان كده، لسك عيان؟ نفسيتي تعبانة يا أمين. حاسب من الوسواس يا صاحبي. هتجن من الوسواس يا أمين، معرفش كيف القرايب حداني عاوزين يقطعوا في لحمي. استحمل الخبر، برضك ربنا بيهدي. الشغلانة اللي ما بتقربش بين الناس ما تبقاش شغلانة. صح ما بعرفش اشتغل مع حد ما اعرفوش، احب العزوة، اهلي يبقوا حوالي، البلد كلها تشتغل معاي، الناس دي يبقوا ظهري، يستروني لو تعريت. فيها ايه يعني لما اشتغل بقرايبي؟ ما فيهاش حاجة، الاقربون اولى بالمعروف. تجر أمال ليه محدش راضي؟ ليه محدش راضي؟ اللي بياخد فلوس ما راضيشي، واللي بتاخد أرض ما راضياشي. ما زعلانش من إخواتي، ما زعلانش من كريمة، طمعت في بيت ولا في أرض في دهية، لكن زعلان إنها حطت يدها في يد حكم من ورايا. وحكم، وما أدراك ما حكم. حكم أخوي، ما مكفهوش ولاده، عطية واللي بيعمله، طالع ياكل زي المنشار. برضك ما زعلانش من عطية، لكن ليه؟ ليه يعني؟ كيف ياكل في خيري وما بيشوفش بنتي؟ بيهنها ليه؟ بيخونها ليه في السكك وخلف ولده؟ سيد بنتي خلود بالمرة، وبيتاجر في الحاجة اللي بكرهها، بيتاجر في البودرة.
بيجي مين؟ بيجي مين من أهلي وأزوتي؟ حكم أخوه. حكم مخه شندوتش. افحنك زكيه تقطن فيه كل يوم. حكم بيكهري على موتي معكين، عاوز يورثني، سابني غرقان في دمي وسرق ختمي الفضة وجرى على بيتي قاعد على فرشتي وبيدخل مرته على سريري ما مكسوفش ما مكسوفش، وعامل نفسه خايف على مصالحي وهو خاين ونفسه في موتي. باقي مين؟ باقي مين من أهلي وأزوتي؟ ما فيش غير بناتي ومرتي، هم اللي واعيين علي. لو راحوا دول يبقى باقي. لا 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 لا، حاسب وقف يا هيبة، شيطانك عافي وعمال يفتح ببانه في دماغك. امال تعمل ايه لو عرفت ان مت وصحيت وما لقيتش غير الخوف هو اللي حيشوا ياكلوني؟ لو اهلي ما خايفينش من هبتي حياكلوني. يبقى صح في ايه؟ حفة الجنة المكاره. صعب قوي المكاره دي يا امين، صعب قوي اسكت وانا نفسي اصرخ في قلب حكم واقول له ليه كرهني؟ عايز اقول له كيف يطوع قلبك تكره اخوك؟ تعبان تعبان قوي يا امين، قلبي تعب قلبي تعب، مش قادر مش قادر انسكين وهو بيتمسخر على عزوتي واهلي. بقت نستي عيبي. اذا اراد الله شيئا ونعم بالله. ادعي لي امين، ادعيني يمكن اقدر اكمل من غير شر. حاسس ان القانون اللي عملته لنفسي نسيته. حنكك فرحانة اني مسافر، ها؟ امال بكيتي المرة اللي فاتت ليه؟ وا المرة اللي فاتت خلاص؟ يا رب ما تعاود تاني اهي راحت الحالة. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش من دخلتك علينا قادر كريم. حد يزعل من الميزان؟ طب ده انت رايح بلدنا اللي اتولدنا فيه. السلام امانة لكل اللي هناك وبالذات كريمة. ما تخليهاش تزعل يا اخوي من خشتك عليه. كله بيتغير إلا أنت يا غنيمة، لا غيرك مال ولا غيرك خوف، لا غيرك حياة ولا موت. تلاتين سنة متجوزة أو لسه قد جوزك بتاع
تهلي بالذات لك حد وراك سفرية لما تعود بالسلامة. يا بختك أبو هيبة، يا بختك، يا بختاني بيك، ربنا يخليك لي يا أخوي. ده من غيرك الدنيا ما استسواش حاجة، لا بيت ولا بنات ولا ناس ولا بيبان. من غيرك أموت يا هيبة، من غيرك أموت يا عمري كله. بس لو راضي عني اطلبي، لو قلت أقعد هقعد. أني طالبة منك تسامح. أسامح مين يا غنيمة؟ حكم أخوك، بكفاياك اللي أنت عملته فيه قدامنا. خلاص يا أخوي، بلاش عداوة مع أخوك. أولية أنت جنتي؟ أنا عارفك كويس، قلبك طيب، الأدب جايز وأنت أدبته. خلاص يا أخوي جربوا تاني، بلاش عزوتك بيدك تقطعها. عاوز الدنيا كلها تعرف إني رجعت. حصل من أول ما حضرتك وصلت. اسمع عمار، في كذا بطن اتفتحوا في المنيا من ورانا، ها؟ وفي عين شمس اتسرقوا منينا حتتين واحنا نايمين. كنت مسافر. كنت مسافر ورجعتك، ها؟ والسلاح اللي طالع داخل من ورانا. قول لي وانا نفس. عاوزك تبلغ الناس اني زعلان، خصوصا اللي فتحوا البطن في مغاغة. ومن هنا ورايح عاوزك تاخد بالك من حكم ابوك، ما عاوزش عينك تفرجوا لحظة. حاضر. وافهم، ما عاوزكش تعترضوا في حاجة ولا توجهوا في حاجة. طب ولو راح لكين تاني؟ قل لي. بعودة كبير. بعودة كبير. الكبير عايش ما ماتش. العهد اللي بيني وبينكم من النهاردة بقي من طرف واحد خلاص، هي كلمة واحدة ملهاش تاني، كل شيء حيرجع لمكانه، السلاح والأسار. أبو هيبة قاب على حاله، مفيش مخلوق حيستجرى يفتح عينه تاني. سرق مني هرجعه، الخاين ملوش عيش مني، حقت عراسه حمسحه بأستيكه. من هنا ورايح مفيش فوضى تاني، قانون أبو هيبة هو اللي ساري. تفضل خدوا جبكم. تفضل. يا للبلد. كيف مسلم يحرق بيت ربنا؟ كيف عاقل يخاصم أهله؟ إيه اللي احنا فيه ده؟ غشم ملهوش رد ولا ضرر محتاج إصلاح؟ كيف ده يحصل وسطيكم وقدام عيونكم؟ ها؟ ده الحاجة دي مش حاجتكم؟ الجامع ده مش بيت ربنا وبيتكم؟ اللي خش الجامع وأذاه كأنه خش بيوتكم وكشف عوراتكم. من هنا حد ما الجامع ده يبقى أحسن من مكان، كل واحد ياخد يوميته الطاق اتنين. واقفين ليه؟ النجار يشوف المنبر والعمدان، النقاش يبيض القدران برا وجوه، الكهربائي يشوف ايه المطلوب. شوف منا ابن الحيطان اللي تهدد، ما
جايين تتفرجوا على الجامع تاني؟ واد مين انت يا واد؟ انا والدي شيخ البلد فؤاد موسى. يا مرحبا يا اخوي. قول لابوك ابو هبه ما بيسيبش طاره. هو حد قتل لك حد؟ الشيخ اسامه الازهر المحترم تقتلوه هو حافظ كتاب الله ورحمة ابوي اللي ما احنا بيه كده. لجيب القاتل لو جوا بطن امعت زي ما يكون من 40 سنة نفس البكان ما تغيرش يا حسن. من يوم ما دخلنا الجسة وامك حضناك شهيد وشك خجلان من قلة الوكل وامك فرحانة بيك بتقول لك خلي بالك على حالك انت. انا هنا قاعدة وسط اهلي وناسي مسطورة بس ارجع انت بالسلامة. الله يرحمك يا حسن يلي فجرت نفسك في دبابة. يا حسن يلي ضحيت بنفسك عشاني. أنا هيبة يا ست الستات. يلا كل يا ست الناس حتة لحمة واكلة سكر. كل انت يا حسن. انا جاي عشان اكل معك. وانا زوري اللحمة ما بتدخلش فيه ومعدتي صغيرة. كل الحتة دي بس وربنا يسهل. ولا عاوزة تزعليني؟ هو الزرزور الصقر بياكل ايه؟ النبي تجلدي عليه الصلاة والسلام. عليك أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله. كل انت يا ولدي وأنا شربة المية بتكفيني. صحتك ما عجبنيش. هجيب لك دكتور. خلي المكفول مكفول يا ولدي. ربنا يستر. مالي ومال الناس انا. انا عايز اريحك. حاسس بيكي صوتك واهن. طلتك بكفايه علي. قلت لك قبل كده ابني لك بيت تاني بيت جديد. ايه رايك يا ام حسن ابني لك بيت جديد؟ ها هاني مش زي ولدك حسن. خليك في حالك يا ولد. انا عايزه ايه اكتر من اللي انا فيه؟ الشمس عندي طول النهار والهواء طالع داخل والارض ستراني وربك مواسين. ونعم بالله. ايه اللي مقعدك على الارض كده والجو برد؟ قومي قومي افردي ظهرك على السرير. ها يا حسن قعدة الارض دي انا برتاح عليها. هي دي اخرتنا يا حسن. معلش يا ام حسن غبت عنك كنت عيان. محدش بيسأل عليا غيرك يا حسن. لو انا مت مين هيسترني؟ خد يا حسن خد يا ابني. ربنا يسترها معاك. أصل التراب يا ولدي ما بيحبش غيره.
في حاجة بتحصل لي كل ما اجي هنا. لو اقدر اجيب امي وعيالي واقعد جنب ام حسن. كنت زمان استنى داني لحد ما تخبز والعيش يلسوع يدي وانا باكل، واجري ناحية الجبل حافي والرملة سخنة. دلوقت راكب طيارة ورجلي وجعاني. اللي فات كان صعب، مفيش فلوس وفيه تعب وشقى، بس كان حلو، كان في حاجة حلوة مسكرة. اللي فات كنت بشرب بكفي من نيل وأنا ما خايف شيء، دلوقت خايف وفي يدي قزازة معجمة. كنت بحارب في 73 وأنا فخور بنفسي. نجروا في سينا من دشمة لدشمة ونعدوا بالسلاح الجنال ونقعدوا بالليل نغنوا، ولو حد فينا استشهد يبتسم لنا واحنا نغني له. كنا بنحاربوا جنب بعض، ضابط جنب عسكري، مسلم جنب مسيحي. كنا بنحارب واحنا مع بعض وكان عدو واحد. دلوقت كل الناس بتحارب بعض ومحدش عارف مين بيحارب مين، محدش عارف مين الصح او مين الغلط. من يوم ما لقيت رقبة الجمل الدهب في الارض وانا بجري ورا الاثار، اطلع من الارض دهبها واطلع من الارض اثرها، واقول لنفسي سر الارض بيجي معايا. وبقيت اشغل ناس، شغلت شباب البلد كلهم معايا، ونسيت اني بطلتهم يزرعوا، وتوسعت في السلاح لحد ما بقيت اكبر تاجر سلاح. تاجر سلاح خايف من رصاصة. اشتغلت مع المافيا برا وجوا، تجرت في كل حاجة وانا عامل لها جنون. عملت للشمال جنون بحارب بيه اللي يعصى اوامري. الو، الحمد لله على السلامة يا عم. الله يسلمك يا ماهر، ايه الاخبار؟ ابوك عمل ايه؟ زي ما حضرتك قدرت بالظبط. راح الكين برضك. راح الكين؟ راح الكين برضك؟ راح وقاعد معاه نكبه على شونه. كين بيلعب معاه يا عم. هيبة ما نقص مكاتب. طب جاي لي يا ابو هيبة؟ اجي جاي العب. اتوحشت اللعب، بقالي سنتين ما لعبتش. طيب
هسيبك بقى يا ابو هبه تلعب زي ما انت عايز وتعمل اللي انت عايزه، وانا مستنيك في المكتب. جاب لي وصول يا كين، انا جاي لك. انت ابو هبه انا مش مكان حسابات، وانت عارفني كويس، انا طول عمري ماليش في المشاكل. يعني موضوع الجبل ده انا ماليش فيه. دور على طخك يا ابو هبه. هدور ان شاء الله، هدور لازم ادور ادور. كون فاكرني هصدق انك جاي تلعب. امال جاي يعني عشان اخسر لك فلوس وامشي بالحب فيك اكيد؟ ايه ابو ايه، ما انت طول عمرك بتشتغل في الاثار، ايه اللي دخلك في السلاح؟ ويعني كان سلاح ابوك ولا سلاح امك؟ السلاح منتج زي اي منتج، بس انت بقى بتبيع السلاح للي يدفع، ساعات بتبيعه عشان تخدم ناس بره، لكن انا بشتري السلاح وابيعه للي يستحقه. مفيش مره بعت سلاح المجرم. لابس سموكينج وعايز تحط على دماغك عمه قريب رهيبه. شغال شمال وعايز تعمل للشمال قانون. السلاح هو السلاح يا ابو ايوب، مش مهم بتبيعه لمين، المهم تعرف تبيعه. هنلعب ولا هتسمعني ماركات السلاح اللي بتبيعه ايه؟ اصلك صعبان علي. فاكر نفسك بتعمل خير وانت شغال شمال يا ابو ايوب. العب العب، لا تكتر ولا تقلل معايا، العب. شكلك هتروح من غيرهم. عيبك انك تحب المناظر، تحب المنظرة. مين قال لك اني هرجع خايف؟ الا صحيح، فارس اللي بيمشي معاك زي ظلك ده راح فين؟ حاسس انه في كرب. استاذ فارس موجود؟ اللي معايا حماية مش ممكن يتلمس. يتلمس بس هاتوه. بعته مشوار بيقضي لي مصلحة وجاي على طول. ايش معنى؟ عمرك شفت صياد ما داريش بصيده؟ طول عمري صياد وعمري اكيد ما رجعت خايب. نعم طب احنا مالنا؟ ها ده عيل صايع. اسمع يا فارس، تبطل هبلك وتحط لسانك جوه بقك لغايه لما تصرف، فاهم؟ معلش انا اسف، مش قادر اكمل لعب، ورايا شغل. ليه؟ مسكوا الواد البلطج بتاع المستشفى اللي كان عاوز يقتلني. خسر. محدش بيخسر من دوري يا هيبة. كارت كارت. شفت بنت الكلاب دي؟ مرات اخوك عملت لنا عمل.
وبتضحك. يبقى العمل اشتغل. يا مرك يا مرك والله لو الريحة. تعال تعال هنا، هات العمل ده. هو ده العمل؟ ايوه هو. ولا هم ما تفتحوش قبل ما حد يشوفه. يا مرك يا مرك. ايه ده؟ خوي هو تخافي زوجك يخوف اتخذها عفريت. واتخافي من الحسن السالي. اوعي الله الله. يا جنابي يا عظمي، حاسه ان ترمي عدى عليا يا اخواتي. ده انت طلعت ايديك تقيله قوي يا غنيمه، بس المره الجايه هخليك تتقليها اكتر. زكيه عايزه ايه انت كمان؟ ابو هبه بيها عايزك تحت. ابو هبه عايزني انا؟ طيب انا جايه، روح انت. يا لهوي، انت مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ ولا مظلمه ولا حاجه. اقعد على الكرسي ده يا زكيه، ده كرسي اسري بيجيب الحظ. بجد؟ ابجد. اقعد اقعد يا زكيه. يا لهوي. بسم الله الله اكبر. رشي عليا منك ليها في كل اركان البيت. اللهم اني حجبتك بحجابه، اللهم اني حجبت هذا البيت بحجابه. قل اعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. رشوا رشوا، ما عايزينش نحس. خدي امسح الوساخه اللي ملاك دي. يا لهوي ايه ده؟ نظفيه بالميه والملح. خلي بالك اللون ده بيأذي اللي بيلونه. انت جايبني هنا عشان تهزقني يا سيلفي؟ عايز تفرح مراتك فيا؟ عاوز اقول لك ان اقدر اسخط الجرد انت والدجال اللي بترمحي عليه. يبقى انت مصدق اني عملت كده؟ لا، جبير الدجال هو اللي عمل كده. قبيل؟ ايوه قبيل، يا بهيمه يا بقره. الله، حتى ما حصلت بقره، يا دوبك عنزه مخبوله ما فيهاش خير. انا همشي، مش هقعد عندك يوم واحد. زكيه شوفي، انا ما هضربكيش عشان الضرب بيكيفك وانت مولفه عليه، وما هخزكش عينيكي عشان تتحسر بيها كل يوم مع الاخير غيرك، وما هقطعش لسانك عشان تتكلمي وتغلطي، وكل ما تغلطي تشوف وش ابو هبه التاني. ما قادراش تنسي انك سريحه؟ ما قادراش تحترمي البيت اللي سترك؟ ولا عاوزه ترجع السوق تاني تقفي على عربيه الكبده؟ ها؟ أرجعك السوق تاني بس فلسانة وعلى لحم بطنك أنت وجوزك وعيالك عشان تبطلي خبص وخبص. سكتي ولا مستنية الفرصة زي العقرب؟ هاخد جوزي وهمشي من هنا. إياك مراتك تفرح، يمكن أنا شطانة وأنتوا الملايكة. زكية خلصي نفسك، ايك فاكره نفسك شاطره؟ انا لا شاطره ولا بليده، هسيبها لك يا هبه مخدره وياك تستريح وانت بتظلم الناس. ده مكر العالم اللي انا عارفه، خبراني زين
البكار عندي بيتبهدل. هو في بهدل اكتر من كده؟ فيه اكتر من كده يا زكية، بس انا سايبك عشان النسب. انا عارفك كويس واعرف عامل اللي زيك زين، بس كنت ساكت على حكم عشان امي، هسكت عليكي عشان النسب. طول عمرك راجل وقد كلمتك، وطول عمرنا عايشين بخيرنا وشرينا في حمايتك يا هيبة. انا غلطانة ومستعدة اصلح غلطتي وابوس على راس غنيمة وامشي من قدامكم، وعايزك تسامحني وتدعي لي ربنا يتوب عليا يا هيبة. تبوسي على راس غنيمة؟ ايوه، عشان القرف والدجل اللي عملتيه ده. لكن تمشوا من هنا؟ لا، ما تمشوش ابدا. عاوزك انت وحكم قدام عيني. غوري غوري، يلا غوري. حاضر. جلد العظم تلات حروف، هي لحم. واه، ما تحمليليش ذنوب امال يا زكية. حقك عليا يا غنيمة، أنا غلطانة يا أختي، ولو عملت أي حاجة تانية أنا رجع حكمكم عليا. خلاص ما حصلش حاجة، سامحة امال يا هيبة. كرسي ذهبي فرعوني مشهور مشهور. انا طالع على المطار دلوقتي. رايح البطن في جنة؟ لا، مسافر برا، سفرية مهمة، ما عاوزش ابوك يعرف حاجة عنها. طب لو سألني؟ قول له اني خدت طيارة جنة عشان البطل اللي هناك. حاضر، بس يعني حضرتك هتسافر لحالك؟ ايوه هسافر لحالي. اسمع ماهر، لو ابوك عرف حاجة على السفرية دي كين حيعرف. قصدك يعني؟ متخافش، انا شغلت كين في كلامي، لما يفوق اكون رجعت مصر تاني. طب بس انا كنت ما فاضيش. مشكلتك دلوقتي يا ماهر خليها على الله. كتر الضغط يولد الانفجار يا ماهر، حرام عليك نفسك. انت زين في كل حاجه الا دي، من دفع ما عرفش ليه. انا مش شايفك اكتر من انك اخويا صف. انا ما اقدرش غير اني احبك. كان ضلع في صدري مكسور، حاسس بوجع ابو هيبه. مش كين اللي تعب جسمي ولا حتى الملايين، حكم بقي خطه ما عجبنيش. طول عمري زكيه قويه عليه، لكن عمر اخوي ما ساب يدي. ما عرفش يا هيبه اعمل له ايه.